تسوي لي شي تاكلي، جيب لك عصير. جون وين؟ واقفة بالشباك من زمان. شكو صاير؟ هذول جماعة الأمن لزموا شاب يأجر موبايل ثريا للعالم ويقولون عنه جاسوس. المسكين أكيد راح يكون لإعدام مصيره. حسبي الله ونعم الوكيل. صحيح أنت جابه؟ أنا بعد ما لقيت شغل، بس مو هذا المهم هسه. ليش أكو شيء أهم عندك؟ أريدك تحجين ويا أمي، تحاولين تقنعيها إني أنا تغيرت ورجعت سمير القديم. شيماء، أنا مشتاق أروح لها وأبوس رجليها وتسامحني. إن شاء الله. لا توقفين من الشباك؟ ما كنت أبغى أسمعك مرة ثانية. زين صوبه. أنا فكرت هواية ولقيت إنه وجوده ممكن يساعدنا. شلون يساعد؟ يساعدنا إن يكون لنا أحد برا، يساعدنا يهربنا من هذا السجن. حضرت لكم الأكل. الأكل هذا مو لنا، أخذين الحراس برا. ثمة أمر لم أفهمه وتكرر المرة الثانية. تقصد أن بعض الذين نتواصل معهم عبر الإنترنت يقفلون حساباتهم ويوقفون التواصل معنا؟ نعم، أصبحت هذه الظاهرة ملحوظة وأريد أن أفهم هذا الأمر. سأستعلم عن الأمر، ولكن ما قصة هذه السواتر الترابية والحفارات؟ صدر قرار من والي الموصل بحفر أنفاق على حدود المدينة. أنفاق؟ نعم، هذا الأسلوب اتبعناه في الرقة وفي كل المدن التابعة لنا في الدولة الإسلامية. ففي حال هجم علينا النظام الكافر تكون لدينا أنفاق سرية نهاجم من خلالها ونفاجئ عدونا. صحيح أبا يحيى، ديوان الإعلام المركزي سينظم دورة تدريبية لمنتسبيه، وأريدك أن تحضر هذه الدورة لأنها مفيدة لك. إن شاء الله سأحضر. سامحيني وما سامحيني، أنا غلطت وجاي أعترف لك بغلطي ومستعد أبوس رجليك بس نسامحيني. لا يما لا، لا وليدي، لا يما لا، أنا بسامحتك يما، بسامحتك وليدي. إذا كافي هي مو سامحتك ليش تبكي؟ أنت ما جربتي الحرمان من حن قلب عليك بالدنيا، الحرمان من دعواتها ورضاها وحضنها. الله لا يحرمني منك أبد يوم، والله لا يحرمني منك وليدي.